اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. علاش كتخدم وما كتجيبش نقاط زوينه؟ هذا هو السؤال اللي كتر بزاف في الكومنتيرات ولا في سوا انستغرام، نجاوب عليه في هذا الفيديو. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه الماده ديال الاجتماعيات وتولي ساهله ويجيب فيها نقيطات في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصه في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم الماده كامله. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. كاينه واحد الحاجه مهمه ما كيردوش ليها البال الناس، كتسمى بالاطار المرجعي. هو واحد الحاجه اللي واخا تكون ما كتقراش في القسم تقدر ترجع ليها، وما تقراش في القسم يعني تكون غايب، ولا مثلا عندك شي وضعيه صحيه ماشي تليه، فمنها منين كتعرف منين غتراجع وتجيب النقطه في الفرد، سواء الاول سواء الثاني سواء الثالث سواء الموحد. معظم الناس كيراجعوا بواحد الطريقه عشوائيه، واحد الطريقه اللي يعني تيشدوا تمارين كيراجعوهم وصافي، تيحفظوهم وصافي، تيحفظوا داك الشيء اللي جاهم على الدفتر ولا اللي جاهم على الكتاب. وهو الا كانت عندك هذا المشكل هذا ديال كتخدم وما كتجيبش نقطه زوينه، عندك جوج امور، يا اما كتفهمو من البلاصه الغلط او لا كتحفظ عشوائيا. فالبلايص اللي غلط موجودين، وحتى الحفظ عشوائيا او لا الفهم عشوائيا ما كتنفعش في الفروض اللي كتكون يعني محدده شنو غيكون فيها. ممكن الاستاذ يضيف شي حوايج ولكن ما كيكونوش خارجين على الاطار المرجعي. فملي كتعرف الاطار المرجعي كيتحلك هذا المشكل بالمره، كتعرف منين خصك تفهم وشنو خصك تحفظ، شنو خصك تفهم، شنو خصك تحفظ، شنو خصك تخدم. الاطار المرجعي ممكن تطلبه من الاستاذ ديالك، وممكن انك تقلب عليه في الانترنت ولا في السيت ديال المؤسسه ديالك. كاين الاساتذه اللي تيكونوا كيعطيو الاطار المرجعي ديريكت، كيقول لك ها شنو غيتحط، ها شنو غيتحط، ها شنو غيتحط، هاد الدرس، هاد الدروس، ها هادي. واللي بغى يلقى الاطر المرجعيه موجوده في لي سيت ديال المؤسسات في المغرب. حدك غير تكتب يعني الفرد الاول في الماده الفلان فلانيه في المستوى الفلان فلاني، وغير يخرجوا لك الاطار المرجعي اللي غتخدم به، اللي غترجع ليه باش توجد لذاك الفرد. ونصيحه لاي واحد، ما تحفظش شي حاجه زايده على داك الشيء اللي غيتحط لك، حفظ داك الشيء اللي غيخصك تحفظ فقط، فهم داك الشيء اللي غيخصك تفهم، والاطار المرجعي غيعاونك بزاف في هاد القضيه. هذه هي الجمله اللي بغيت نقول في هاد البلان هذا، حيت انا كطيح في هاد المشكل شحال هادي، ما كنتش كنخدم بالاطار المرجعي وكنت كنحفظ عشوائيا، وانت نقول منين كيفاش انا نحط الريه ديالي في الخدمه وما تنجيبش مزيان واي. فداك الشيء علاش بان لي البلان انني نهضر في هاد الموضوع هذا، اللي عليه بزاف الكومنتيرات، بزاف الناس ما عارفينش فين كاين المشكل. دونك هذا راه يقدر يكون 90% ديال المشكل، يعني المشكل وكيفاش تلقى ليه الحل. فكنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي مع أسئلة جديدة. اللي عنده شي سؤال يحطو لتحت ولا في انستغرام. الى اللقاء. وبالنسبة اللي ما تابعنيش في الانستغرام، ما ينساش يتابعني ويتابونا في القناة. الى اللقاء.